مساء الخير متابعينا في المملكة العربية السعودية، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية التي سنستعرض فيها تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة خلال 24 ساعة القادمة. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة، حيث تتفرق بعض الغيوم، 24 درجة مئوية الملموسة، 23 الرطوبة منخفضة، والرياح تكون شمالية شرقية معتدلة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة ليوم غد، نبدأ بالمنطقة الشمالية. سكاكا 23 إلى 10، عرعر رياح نشطة، وتربة مثارة 23 إلى 9، وتبوك 23 إلى 8 درجات مئوية. المنطقة الغربية، المدينة المنورة 33 إلى 16، جدة 29 إلى 24، مكة المكرمة 34 إلى 21، والطائف 29 إلى 19 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الغربية، الباحة زخات رعدية من الأمطار 26 إلى 17، أبها 27 إلى 15، وجازان 34 إلى 26 درجة مئوية. المنطقة الشرقية، الدمام الحرارة تلامس 40، الحرارة العظمى أما الصغرى 20، حفر الباطن 33 إلى 18، والإحساء طقس حار 42 إلى 24 درجة مئوية. المنطقة الوسطى، العاصمة الرياض، أيضا درجات الحرارة مرتفعة تلامس 40، الحرارة العظمى أما الصغرى 23، بريدة 35 إلى 18، وحائل تنخفض ل 25 كحرارة عظمى أما الصغرى 8 درجات مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.